بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، تحية مجددا لطلاب كلية هندسة، وتحية أيضا للمنتدى السلفي على إتاحتها الفرصة، شكرا جزيلا. حقيقة الأخوان بيتكلموا كده دائما، طبعا العنوان ذاته هو خطر الإلحاد على الشباب، ويتكلم عن إنه الصوفية هي سبب الإلحاد الموجود في العالم. وأنا بتفق معك إنه الخرافة الصوفية الموجودة في الواقع السوداني والواقع العالمي الموجود في الوطن العربي والعالم الإسلامي هي سبب، لكن ما التصوف براه حقيقة يعني. خلاص، الإشكال كله إنه سبب الإلحاد كما زمان في أوروبا جاء بأسباب يهو نفس السبب، لأنه تحول الدين من معناه الطبيعي إلى شكل كهنوت، وبرضو في عالمنا انتشرت بسبب نفس السبب يعني، الصوفية، مدرسة الأشاعرة، أو بعد ذاك المدرسة السلفية الحديثة الموجودة دي اللي هم الجامية والمدخلية، برضو هم سبب يعني في جزء من الجزئيات، ما أي حاجة هم غلطانين فيها. لكن برضو أنا بفتكر إنه الناس لما خشت في علمانية وغيرها كان يعني هم شافوا استبداد داخلي، استبداد سياسي، استبداد للعقول، استبداد للإرادات وغيرها من الحاجات اللي أصلا طبيعة الأديان جات عشان تحررها. لكن للأسف التجارب البشرية والمفاهيم البشرية حولت معنى الدين المعنى الطبيعي، لأنه أساسا جاء عشان يحرر الإنسان في إرادته ويكون عنده معنى ويحرر عقله من الخرافة والتبعية العمياء. فكلامك إنه إنك دائما أنت على الحق، أنا بختلف معك في الحتة دي، لأنه أنا بعرف تماما السلفيين عندهم مشكلة في إنه هم دائما يعني بيجروا لنا أوهام الماضي اللي كرسوها ناس زمان لمواصلة الاستبداد والديكتاتورية في العالم، اللي هو السلاطين دائما لو استبدوا الشعوب ومارسوا كل شكليات القمع. السلف ما كان يعني، مش السلف الصحابة يا جماعة، معلش يعني الناس دي اللي بيقولوا صحابة، أنا اتكلمت في السنتر هناك قلت الناس دي وهمة بيفكوها ليك يعني، إنه السلف الصحابة، إحنا بيفهم الصحابة، الصحابة دي ربنا رضي عنهم وكان أعظم جيل طبق الدين بحقيقته. لكن اللي حصل بعد ذاك إنه الناس جات بعد ذاك غيرت، والسلفية هي لما بدأت ذاتها كمفهوم يعني بعد ذلك وضع معايير في قبوله للأحاديث الأكثر بالسند عليها في مناهجه ومبحثه العلمي، بدأت زمن 200 يعني الكلام ده بعد يعني الأئمة الثلاثة ذاته، زمن الإمام أحمد بن حنبل وجاء ابن تيمية وجاء البخاري والناس ديل، هم بعد ذلك جاب المفهوم السلفي اللي هم بعد ذلك في معيارهم ووضعهم للحديث كان يمكن مختلف عن الأئمة الثلاثة. ما دار أتكلم في الموضوع ده كثير، عندي قضية واحدة بس اللي هي أنا دار أتكلم معاكم فيها، اللي هي مسألة الخروج على الحاكم الظالم، ودي من أكثر الأشياء اللي هي بتخلي الشباب وكل الناس يتصوروا إنه الدين ما عنده حلول. لأنه يا جماعة الدين ده فيه أحكام، والأحكام دي أحكام، في أحكام تعبدية وفي أحكام معللة. الأحكام التعبدية هي حاجات كده زي أنت صلاة المغرب دي بتصليها، فليش شنو أنت بس في النهاية شنو في وكده ده بالذات كان سألوك ليه؟ مسألة تعبدية لأن ربنا أمر لي كده. لكن في أحكام معللة، الأحكام المعللة مثلا أحكام الجهاد، مثلا القتال في الإسلام، ليه ربنا سبحانه وتعالى وضحه؟ ربنا سبحانه وتعالى من فرض شريعة فرض القتال والجهاد كان موضوعه معروف شنو؟ إنه علة الظلم، يعني في ظلم في قتال، دي العلة الحقيقية اللي الدين جانا عشان إحنا نرفع فيها السيوف ونقاتل الأعداء. لكن العقل السلفي الموجود الآن اللي هو يعني تشكل وعيه بطريقته دي، اللي هو الآن كتب بتتنشر وإنه كأنه الكلام ده كلام الصحابة، ده كلام سيء يعني. حتى أنا ممكن أديك أي جماعة من الجماعات اللي بتخالفكم بيطلع لك 100 كلام يقول لك برضو الصحابة قالوا كده، يكون مخالف لكلامك. ده ما موضوع، أنا ما بخش معك في التاريخ وكلام التاريخ، لكن المعيار نضع القرآن الكريم وفهمه للحاجات دي ونتحاكم له. ربنا سبحانه وتعالى قال أول ما نزل سورة يعني آية في القتال، قال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. يبقى الآية دي وضحت إنه نحن كمسلمين نحارب ليه ونقاتل ليه؟ نقاتل ليه كرامتنا لما تسلب مننا من أي ديكتاتوري ومن أي زول يقمع البشرية. بعد ذاك موضوع إسلام وكفر ده يا جماعة ما موضوع بتاع يعني شان لأنه قالي ما تقول ليه لأنه هو مسلم ما في قتال، لا هو مسلم دخل لك، ظالم مفترض يقاتل. وأنا أديك نموذج الصحابة رضوان الله عليهم، مش أنت سلفي ودارت قلت الصحابة ذاته، أنت الآن بتقول يقين وإجماع، ونلقى السلف إنه يقول لك كان الخروج على الحاكم ده كل العلماء اتفقوا فيه إنه هو الحاكم الظالم حرام إلا يكفر. طيب
سيدنا الحسين رضي الله عنه وارضاه خرج على من؟ خرج على زول مسلم وبالسيف كمان. طيب صحابه هل نخطئهم؟ هل نقول خوارج؟ هل نقول كعبين؟ لا لا، لكن ده الفهم، ده الفهم. ظالم مفترض طوالي لو الناس شافت فساده أكثر واللي يسبب في الأمة أكثر الناس تمرك فيه عشان ما نسوي تشوه الدين نحن. دي واحدة. وكثير عبد الله بن الزبير، سليمان بن الصنق، كل كثير من التابعين يمكن رفعوا السيوف في جباه شنو الطغاة والظالمين. فمسألة إنك تقول لي الخروج على الحاكم دي مسألة مجمعة أو ما فيها هنا، دي مسألة أنت بتقارن بها. لو قلت أنت سلف معناه سلف زمان ما اتفقوا عليها، لأنه كان ظالم ما كان كافر. يزيد ما كان كافر ولا الفتنة اللي حصلت في النهاية كلهم كان ناس مسلمين، لكن في النهاية كان هم بيشوفوا إنه هم ما أهلا للجنون لمسألة الحكم. الأدلة اللي بتستندوا عليها شنو؟ أنا معلش هيتكلم كثير لأنه غالبا بيكون الرد والعصر تجي وترفع المنبر وخلاص وما بتدونا فرصة ثانية، لكن ما مشكلة بعدين برضو داير فرصة. المسألة إنه الأحاديث اللي بتستند عليها في مسألة عدم الخروج على الحاكم الظالم، ودي أنا بفتكرها سبب من أسباب الإلحاد. حديث معروف وهو من رواية حذيفة بن اليمان وطويل جدا، وفي النهاية طبعا بيصلوا معاك لحد شنو؟ إنه خلي ياكل مال عام لو جاءك الحقك المباشر خلاص أنت مفترض تستكين. وده غلط يا جماعة، بتناقض مع العقل البشري مع النصوص القرآنية مع أحاديث كثيرة جدا للنبي عليه الصلاة والسلام اتكلمت عن شنو؟ عن إنه الإنسان مفترض يموت في عرضه وماله، من مات دون ماله وعرضه فهو شهيد. حديث بيقول في نهايته إنه الحاكم ممكن بيحكم بغير ما أنزل الله ويستبد الناس، في النهاية وانجلد ظهرك وأخذ مالك، أنت ما عليك إلا شنو؟ اسمع وأطع وكده. كلام ده كلام بتاع جامية مداخل، حتى أنت كان مشيت يمكن ناس كثير. أنا برجعك الإمام النووي والدارقطني قالوا الحديث ده فيه نفر واحد اسمه أبي سلام، الزيادة دي بتاع من جلد ظهرك وأخذ مالك زيادة في الحديث ما موجودة. ده على مستوى السند، لكن على مستوى متن الحديث إنه بيتعارض مع القرآن، لأن القرآن لما قال أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير، الظلم كان شكله كيف؟ الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغيرها. فحتى الناس اللي قالوا يعني صححوا الحديث مشوا له فهم شوية كده نوعا ما مقبول، ما زي حقكم ده أنتم بتقولوا ظالم ونصبر، مشوا له إنه هو يأخذها بحق يعني ما بيأخذها بباطل. لكن أنا ذاتي بختلف في الكلام، الحديث بيتكلم عن زور ظالم أصلا ما إشكال. ده واحد. والحديث الثاني بتاع شنو؟ إلا أن تروا كفرا بواحا، نهايته برضو بيقول كده لا تخرج على الحكام إلا أن تروا كفرا بواحا. والحديث ده يا جماعة جاي بثلاث روايات، والروايات كان جمعنا أن احنا نفهم منه شنو؟ إنه هنا الكفر بعني له شنو؟ رواية في مستدرك الحاكم، ورواية في مسند الإمام أحمد، والرواية في البخاري تقريبا الله أعلم. لكن شنو الرواية اللي بتكلم عن إلا كفرا بواحا دي في الصحيح، لكن الروايتين دي لك في مسند أحمد والمستدرك. إلا أن تروا إثما بواحا، إلا أن تروا إلا يأمركم بمعصية. فكل بتورينا إنه هنا قد يكون المفهوم من الكفر هو مسألة المعصية. فأنت إجابتك على الكلام ده شنو؟ إجابتك عن الكلام ده شنو؟ شكرا. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الشيء اللي أنا داره من الأخ هو قام قال أول حاجة يعني الأحاديث أو علم الحديث اللي بيعرف به صحة الحديث من ضعفه جاء بعد القرون المفضلة، مش قلت كده؟ طيب أنت قلت الحسين والزبير وكثير من التابعين خرجوا، ثبت لك بشنو؟ بيات علم. تفضل جاوب بعد ذاك نمشي لقدام، بس دي فرصة اعتراضية يبين وبعد ذاك نرد. أنا يا جماعة ما قلت لك التاريخ ده قاعد أنكره لك وما نقراه وما هو صحيح. أنا بقول لك أقرأ التاريخ كله سواء كان في إثبات حديث ولا في غيره. أنا كلامي لك إنه ده كلام وكل الناس اتفقت عليه، حتى أنتم كسلمين برغم إنه ما بيخدمكم بتقولوا أي فيه. ده دلالة على إنه الكلام ده شنو؟ خلاص صحة تاريخية، كل الناس اتفقت على إنه حصلت فتنة كبرى والناس دي ماتت فيها. وبعد ذاك يعني ما مسألة إنه أنا أقول لك ما تقرأ التاريخ، لكن أنا بتكلم إنه كلام بشري. معلش عشان ما نطول الكلام. أنت قلت كلامك ما تكذب أنت قدام الناس والكاميرا هذه لا قاعدة. أنت قلت يا أخي المنهجية، أنت ذاتك ما قلت شبهة كويس، عرفت؟ أنت قلت المنهجية. أنتوا كسلفيين ومداخلة وجامية دي كلمتك،
انتوا بتثبتوا بها النصوص والاحاديث جاءت بعد القرون الثلاثه. لو نطيت قلنا نطيط، لو نطيط قلنا نطيط، خلاص. انت قلت ثبتت بعد القرون الثلاثه، انا سالتك براح ما تقول لي كلهم متفقين، لا لا دي ما تخمنا بها، انا بقول لك ما متفقين، ما في زول اسمه الحسين ذاته، ما في زول اسمه الحسين، كويس. تثبتها بشنو؟ انا داير معاك المنهجيه الات ولا الهوى. لو انت قلت لي لا دي ما كل الامه، انا بقول لك لا برضو كل الامه ثبتها، يبقى ما في منهجيه. المنهجيه اللي انت ثبتت بها انه في زول اسمه الحسين رضي الله عنه وفي زول اسمه عبد الله بن الزبير خرجوا على يزيد بن معاويه، المنهجيه شنو؟ ولانه انا بقول لك نفس الكتب الثبت فيها دي ثبت فيها دي، ليه اخذت دي وخليت دي؟ بس وريني المنهجيه وبعد ذاك بفتح لك فرصه، ما تخاف بعد العصر بنقعد ان شاء الله. ما مشكله، ما اختلفنا، انا قلت لك الاجماع يا جماعه. لا 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 ما شغله، ما هنا اختلفنا، عايز الاجماع يا جماعه، معي انتم دي حاجه اجماع. انا لما قلت لك انا جايك الحديث في مساله منهجيه التعامل مع الحديث، خلاص انا كلامي لك انه بعد ذاك ناس البخاري وغيره والسلفيه اللي انتم في اطاره ديل بعد ذاك جو استخدموا منهجيه ثانيه في قبول الحديث غير المنهجيه بتاع سليمان بن حنيفه، لانه انا عندي ابو حنيفه كان بيعرض الحديث على القران في منهجيته في بحث الحديث، لكن السلفيه كمدرسه بدل اتعاملت مع الحديث اتعاملوا بس في اطار السند. المتن ده ما كان بيشتغل لانه عندما العد يؤخذ منه مباشره، ما في داعي نزول. ما تتعصب يا زول، نحن والله راخي لك الشغله لانها ما تتعصب، ما تخاف. المنهجيه ذاتها بتاعت ابو حنيفه دي ثبتت عندك بيات منهجيه، انا عندي راي ذاته فيها. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. احنا اختلفنا، انا مختلف معك يا جماعه. شوف انا دار اقول لك حاجه واحده، ما شغله انتم معلش يعني، شوف انا دار اديك معلش معلش معلش. اولا انا مقدر انه اصلا ما هو اصلا دير كلهم كده سلف، يعني عقل سلفي مشكل وفي قوعة معرف محدد معروف، يعني ما قاعد تغشني مساله بتاع تضحك وهنا عادي، يعني اصلا هو السلفي ده ما كده اصلا معلش خلاص. فما يعني تضحك ما موضوع بياثر معي كثير انا، دي واحده خلاص. الشيء الثاني يا جماعه، انا دار اديك فاهم، انا احنا دار اديك، انا قلت لك لانه انا دار ارد على نقاط، دار ارد على نقاط، جاوب عشان ارد لك، جاوب يا ولا ما يا جماعه اديني المايك بس، ما مسألة ما عارف خلاص. طيب اديني المايك العقل. طيب اول حاجه يا اخواننا، اول حاجه قال القاعدين ديل كلهم سلف، انا ما بشتغل بهم لانهم كتار. طيب لو سلف من حقهم انهم يعرفوا الجواب ولا ما من حقهم؟ من حقهم خلاص. والا هذول الطلبه ديل ما قاعدين، هذول الطلبه قاعدين انت ما تزوق، ده ما موضوع. انت قول انا جاهل عشان نعلمك حاره. ربنا قال ولا تخف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مزولا. بعدين الزول ده امبارح خش علينا وردينا عليه، ثاني تخش النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلدغ مسلم من جحر واحد مرتين. بس انت الشغله دي طويله. وربنا قال ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه واحسنوا ان الله يحب المحسنين. وانا ما بخليه لانه الزول ده شايل منهج الكيزان ده ذاته، شايله ده الحامل فيروس كورونا ذاته، فهمت ده؟ طيب تقعد روح جبت حاجه، شبهات دي قريناها زمان بفضل الله، وكلامك ده قاله القرضاوي عشان اوريك انه منهجك منهج كيزان. الشبهه بتاعت الحديث جاب القرضاوي، ما جبتها انت، فهمت الحاصل؟ قال منهجيه. عشان كده شوف اي زول هو بيدعي انه بيؤمن بالقران براه، بيؤمن بالقران براه، وانه قال خليني دار يطعن في السنه بطريقه غير مباشره، لانه السنه في فهمه دونت بعد ما القرون المفضله مشت، حسب كلامه طبعا يدل على الجهل، زي ما قال الشاعر وهو يذم هذا العلم الشريف علم الحديث، اتانا ان سهلا ذم جهلا علوما ما دراهن سهله، علوما لو دراها ما قلاها ولكن الرضا بالجهل سهله، فهمت الحاصل؟ فانت مشكلتك ما عارف حاجه ما تنكره، جهلك بالشيء لا ينفي عدمه. ركز اخ جاري تحديث الرساله. طيب اول حاجه يا اخواننا ركز على في مساله الخروج على الحاكم الظالم. قبل نجي ما هو قال الموضوع ده ما ثبت لانه علم الحديث ما ثابت، علم الحديث في القران والقوانين والقواعد بتاعت علم الحديث اللي بتعرف بها الحديث ده صحيح من انه خطا، دي موجوده في القران
وموجودة عند أي زول عاقل يا من تدعي العقل. أديكم نموذج يا أخوان. الأحاديث دي عبارة عن شنو؟ أخبار مش؟ والخبر في اللغة أو في البلاغة هو ما يصح أن يقال فيه شنو؟ صادق أو شنو؟ أو كاذب. زول جا قال لنا يا أخوان ناسي التيتوريال بدأ. هل ده يصح نقول له صادق وكاذب ولا ما يصح؟ يصح صح؟ طيب الزول اللي قال لنا في تيتوريال أول حاجة بشوفه هل الزول ده صادق ولا كذاب؟ ممكن يكون زول بتاع مقالب معروف في الكلية. الشباب بيقول لك زول بتاع طلص مش؟ يقول لك طلصنا صح ولا ما صح؟ أنا دار أوريك إنه القواعد دي يا أخواننا لو صحيح عاقل كان خشت له في راسه، لكن مشكلته عقله صغير نعمل له شنو؟ عرفتها؟ ف ده نمرة واحد. نمرة اثنين بتعايل له الزول ده يا أخواننا زول بيكذب ما بكذب، زول عدل ما زول عدل، زول بيفهم زول كده. هل الزول ده بيقرا معانا في الكلية ما بيقرا معانا في الكلية؟ فدي علم الحديث يا أخواننا، علم معرفة هل الحديث صحيح ولا الحديث شنو؟ ضعيف. وبتعرفوا بشنو؟ بإنه فلان مثلا، يعني هسي أنا لو قلت له بينك وبين أبو حنيفة في كم نفر؟ عشرات الناس صح؟ مئات الناس. إنت لقيت أبو حنيفة؟ أبو حنيفة قال لك أروي عني الكلام ده ما لقيته. يبقى العلماء قالوا أول حاجة يكون في سند. سند معناه شنو؟ معناه دليل. سند معناه دليل. لما أنت تيجي قدام القاضي تقول له الزول ده صح هو قتل الزول ده، لكن عندي سند إنه القانون بيقول لي أقتل لأنه في حالة الدفاع عن النفس. ده اسمه السند. السند ده شنو؟ ده الدليل. فلا بد يكون عندك إسناد. عشان كده السلف قالوا الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. أقول لك الحسين مرق لما نحن نجي نقول الخروج على الحاكم حرام ونديه أدلة يقول لنا لا كلامكم ده عبارة عن تكريس للاستبداد وده سبب نشر العلمانية. ولما هو يجي يقول لنا الحسين خرج بس يفك علينا ساي طلقه في الهواء ساي بس يعلقها ساي. شوف بالله لا يا كويز ظريف تلعب علينا نحن تلعب علينا نحن. وده أخواننا كلام الترابي. دارين تعرفوا الترابي؟ والله زول ده جيناته ذاته الجيناتكس بتاعته تدل على التربلة. عرفت وينه تابع للترابي؟ عرفت؟ نرجع لكلامنا. العلماء أول حاجة اشترطوا إنه يكون في إسناد. إسناد معناه شنو؟ معناه في رجال رووا هذه الحديث. الرو الحديث من الصحابة منه؟ من النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، ومن الصحابة التابعين، وهكذا إلى المصنفين في الكتب زي البخاري. البخاري ما بقول لك الرسول قال طوالي، بيقول لك حدثنا مثلا الحميدي، حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاص الليثي، عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. ما بيلعبوا ساكت، بيجيبوا بإسناد. بعد تجيب ناس الإسناد في كتب مصنفة علم عنده قواعد، بيجيبوا الناس ديل بيشوفوا طبقاته. الزول ده تابع للصحابة، تابع للتابعين، تابع لغيرهم. بعد ذاك بيشوفوا هل البخاري وقت شيخه حدث في الحديث ده كان البخاري حي ولا ميت، وهل البخاري طلب العلم في الزمن ذاك ولا لا. وبعد ذاك الشيخ لما يحدث بالأحاديث الناس اللي حدثهم في الحلقة بيقوم بيكتبهم. ولو ما مصدق كلامي راجع كتاب سير أعلام النبلاء، يقولوا لك البخاري شيوخ فلان وفلان وفلان وفلان، وروى عنه تلاميذ فلان وفلان وفلان. زي عندنا في الجامعة هنا بسموه شنو؟ الأتندس. صح ولا ما صح؟ لما نيجي واحد يقول لك والله أنا الدفعة 34، بيقول لا أيوة أنت مش الدفعة 34، جيبوا الأتندس. بيرجعوا للأتندس بيلقوه قاعد خلاص ما قاعد شنو؟ كذاب. ولذلك يا أخواننا القواعد الحديثية هي ذاتها موافقة للعقل الصحيح. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، القواعد الحديثية قاعدة في القرآن. هما طبعا قال نحن القرآن بس ما دارين السلف. قاعدة في القرآن. ربنا قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم شنو؟ نادمين. أنا زول جانبي خبر، ربنا قال زول الفاسق لو جاب خبر أنا بتثبت، معناه لو جاني زول عدل ما بتثبت. صح ولا ما صح؟ خلاص. وده اللي بياخذوا به في القضاء السوداني الان. يعني الليله انت لو مشيت المحاكم عشان ما تقول لي الكلام ده بعيد قاعد،
لو مشيت القضاء السوداني القاضي أول حاجة بشوف الشهود، وفي حاجة اسمها في القانون اسمها جنو الإشهاد، حاجة كده مواد كاملة في إنه من الشاهد ومن تنطبق عليه الشهادة، وكلام طويل عرفته. ده من القرآن من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في سنن ابن في سنن أبي داود من حديث ابن عباس: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. ما معنى هذا الحديث؟ قال العلماء: أي لتسمعوا مني وليسمع من جاء بعدكم منكم أداء للرسالة وحفظا للأمانة بالإسناد. عشان كده ربنا قال ايتوني، شوف في باب المناظرة لأهل مكة، لو أنت صحيح بتفهم القرآن ايتوني، وزول ما قادر يقرأ قرآن صح، قرآن الآية الدار يخرج بها ذات أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ما قرأ صح عرفته. دار تفهم القرآن كيف. ربنا قال ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم. العلماء قالوا ده هو الإسناد ذاته. فقواعد علم الحديث قواعد يا أخواننا يقبلها أي إنسان عاقل، ولذلك تميزت الأمة الإسلامية بالإسناد. والإسناد إنت إذا طعنت فوقه يلزمك تطعن في القرآن، لأن الرجال أجابوا القرآن هم الرجال أجابوا السنة. لو طعنت في ديل يلزمك تطعن في ديل عرفته. ونحن جايين لكلامك ده. طيب، وأما الخروج على الحاكم، النبي عليه الصلاة والسلام حرم الخروج على الحاكم، وما بحديث حذيفة براو. نفترض معك حديث حذيفة ضعيف وحديث عبادة بن الصامت ضعيف، أها الخروج ثبت بيديل بس؟ الخروج على الحاكم ثبت بأدلة متواترة متواترة، ونتحداك تجيب صحيح مسلم وتجيب فيه كتاب الإمارة، أحاديث عن أم سلم، أحاديث عن عن أبي هريرة، عن ابن عباس، عن غير من الصحابة، حديث كثيرة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابن عباس قال: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: سيكون أمراء تعرف منهم وتنكر، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. ده حديث أم سلم رضي الله عنها عرفتها. وأما حديث عبادة بن الصامت الداري ضعيف، اتخيل الولاد ده داري ضعيف، حديث في البخاري ده هو ذاته، قلنا له الحسين ثبت عندك كيف ما عرفه وبقى ينبس في الحضور؟ انت يا زول دار تجي للبخاري يا ناطح الجبل العالي ليهدمه ارفق على القرن لا ترفق على الجبل. البخاري ده بعيد يا زول، هاي البخاري بخك البخيط بعطر. وقول يا زول حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه طبعا ما قدر يطعن في الإسناد. النبي صلى الله عليه وسلم لما بايع عبادة بن الصامت، وده ما قاعد في التاريخ، قال انت ثبت لك بيه انه الحسين مرق فيما تدعي كويس، قال: بايعنا او بايعنا رسول الله او رسول الله، طبعا على حسب الفعل، بايعنا او بايعنا بيختلف هناك العامل، ولو جينا قلنا لك عرباسي بتتكبكب زي جبل عرفتها. قال: بايعنا رسول الله. وانا جبل كنت دايرك تناقش نقاش منطقي وموضوعي، لكن انت براك بديت بجاميه، يعني نسبه للشيخ محمد امان الجامي الامام العلم، امام يا اخ ده زول بيدرس في مدينه الرسول عليه الصلاه والسلام وفي مسجد الرسول عليه الصلاه والسلام، زول حافظ القران وحافظ السنه، امام من ائمه السنه، والشيخ ربيع المدخلي حفظه الله. لكن العلماء دين لما انكشفوا الاخوان المسلمين اللي بيجوزوا الخروج على الحاكم قاموا سموا الناس اللي بينتهجوا المنهج الصحيح سموهم جاميه ومداخله. وانت الليله عندك الخروج حلال صح؟ وانت بتخرج على الحاكم حتى لو ما كان كافر، قاعد معانا في الكافتيريا دي ليه؟ ما تمرق معارف الشارع؟ اوريك ليه؟ امرق اخرج. واحد يقول لك ولا بد من الخروج، وطبعا ده من الخوارج القعدية، امسك ده واحد. ابن حجر قال القواعد الخوارج القعدية في هدي الساري مقدمة فتح الباري، قال: هم الذين يزينون الخروج للناس ولا يخرجون. ده زي الحكامة، اوك يا عش الميتات ويا اوك، وهو لا بيتحد
انت ما تمرق برا؟ انت وقت مجيد ما تمرق؟ وده زي الشغل بتاع القرضاوي، ثوروا واخرجوا وهو لا بيتحد. وزي عبد الحي يوسف، عرفته؟ عبد الحي يوسف قال للجماعه امرقوا و و و وسوروا ولا ينبغي تقتيل المتظاهرين. بعد شيء لما قام له واحد بعد الجمعه قال له قوم يا عبد الحي وقل كلمه الحق وقودنا يا عبد الحي لبد والوضع لبد، عشان تعرف انه الاخوان المسلمين والجبهجيه والكيزان ناس كذابين ساكت على منهجهم. والله نحن لو بنقول الخروج على الحاكم حرام والله ما بتلقانا قاعدين في كافتيريا، لكن نحن لو بنقول حلال لكن عندنا حرام، وده دين بنفتخر به لانه ده كلام الرسول عليه الصلاه والسلام. قال واما قال اما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون قال بايعنا على السمع والطاعه في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا، قال وان لا ننازع الامر اهله. وده بقول لابد نمرق، والرسول عليه الصلاه والسلام قال وان لا ننازع الامر اهله، قال الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. الكفر ذاته مقيد، قال إلا أن تروا من الله كفرا بواحا إلا أن تروا من الله فيه برهان. وفي لفظ لا ما صلوا، وفي لفظ إلا إذا جاءوا بمعصية بواحا، صح، لكن المعصية قد يدخل فيها الكفر. والدليل قوله تعالى في سورة النساء لو كنت بتفهم، ربنا قال ومن يعصي الله ورسوله فإن له شنو؟ ها؟ نار جهنم خالدين فيها أبدا. فهنا المعصية شنو؟ الكفر بالله. لكن ده دار يمرك ساكت من غير شنو؟ من غير ما يكفر الحاكم، وده منهج الخوارج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الخوارج كلاب أهل النار. لو دار تشوف منهج داعش هذا ده سامبول. والله ده ما برنامج داعش كيف أنت قايله؟ يقول لك أيوه نخرج ونسور وباب امره. بعدين ده ذاته شر من الخوارج، لانه الخوارج اول شيء بكفروك حتى يخرج عليك، ده قال لك لو كفرت لو ما كفرت ندوسك طوال. عرفته؟ ده هو المنهج الباطل. المنهج الباطل. قال بعدين اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا، قال الحكم ده معلل. معلل. قال لانه الجهاد، قال يدخل الجهاد لما يظلم الانسان، صح. ده واحد بس ربنا قال في سورة التوبة قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. انت رأيك شنو محمود محمد طه ده يدين دين الحق؟ انت مش دعيت للجهاد؟ محمود محمد طه بدين دين الحق؟ لو قلت اي تعال خش دافع عنه، ولو قلت لا، لو قلت لا يلا امشي جاهد محمود محمد طه، لانه ربنا قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم شنو؟ صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. بعلة برضه نمرة اثنين. نمرة ثلاثة ربنا قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني شرك، ويكون الدين كله لله. يعني انت مارق عشان طماطم وعشان أكلوا منك حقك سكر وزيت، وانت شايف الضلال ده كله محمود محمد طه ما دار تمرق عليه؟ ها؟ ستي مريم ما قاعد امشي جاهد فيها، ما تمش عاجبك عبادة القبور؟ طيب انت براك بديتك والبادي اصلا. طيب قال كده نمشي لكلامه من البداية. قال العنوان خطر للحاد، ما خطر للحاد، وانا كنت داري يخش ويقول كلام علمي عشان اقف معه، لكن ما دام بقى يقول مداخلة وشنو تاني وجامية هاي بس شد حيلك يا قطبي، ما النبس سهل، ممكن هسه انبذك واقول لك اذا سئلت من الاشرار فلتجبي، الجبهجي شر اذا قارنت بالكذب، وان قيل للكلب يا جبهجي عوى الكلب من ذلك النسب، ممكن انبذك عادي. فهمت الحاصل؟ فاول حاجه العنوان ما خطر للحاد، النمره غلط. انت يا كوز ما عندك عقل؟ والله لا اصه ما اخليك.
نجيم لما محمد نورين اخونا ده جزاه الله خير مما بدا قال العنوان شنو يا طلبه؟ افكار هدامه. اول حاجه انت خاشي في النص ودار تتجدع، ما انت عارف تمسك، انت امسك في الاصل ما تمسك في الفرع، امسك في الاصل هنا، فهمت؟ طيب قال التصوف ما براه سبب في الالحاد، قال السلفيين برضو سبب في الالحاد. السلفيين بيحاربوا الالحاد، نحن الالحاد والشيوعيين في منابرنا ما بخشوا، لكن انت بتقدر تتكلم في الالحاد، اتحداك، لانه الاخوان المسلمين قدموا تجربه سيئه للدين والاسلام. جيب لي كتب الاخوان المسلمين دي، والله انت الليله تورطت ورطه ورطه ما بتتفك منها ذاته. ها؟ وقال بدافع عن الدين وكده وهناي، والاخوان المسلمين قدموا شنو للدين؟ السبب بتاع الالحاد في بلدنا ده صاحب تصوف نمره واحد، نمره اثنين الاخوان المسلمين. والاخوان المسلمين هم اللي فتحوا الباب للصوفيه. جيب 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 البتاع ده، جيب نوريك الاخوان المسلمين عملوا شنو كده. امسك لي الكتاب ده، عرفته؟ ده منهجك يا زول، حتى لو نكرته ما كنت منتمي لهم تنظيما، ده منهجك. امسك بس البتاع ده معلش، زول يجي يمسك. انا جايك وخليتك اتكلمت، عرفته؟ وما قاطعتك، انت ما تخلي عندك ادب. ربنا قال الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، وزي ما قالوا شينا منكوره، انت اسكت وشيل ورقه وقلم. اصبر اصبر، الشغل المنبر ما حقك، ما رجاله، ما بتخرج علينا هنا، هنا احنا الحاكم، ما بتخرج علينا. طيب والله يا اخواننا الكيزان، طبعا هو قال ماكوس لكن شايل منهجه، حامل الفيروس، عرفتها؟ الكيزان، الكيزان يا اخواننا بعد ده عندهم وش يتكلموا، وبني ادم يجي يدافع عن الكيزان. انا امبارح في الركن قلت له الكيزان ده في المثل، يعني في المثل في باب قبح الكيزان، وانهم الناس نافرين منهم بعيد، قلت لهم بيجوا زي جن الحرام، اي زول بيزغ منهم، ده تشبيه في القبح يعني، بس انت لو لقيت جن حرام بيزغ منه صح؟ فبيجوا زي كده. انت تجي تتبنى المنهج بتاعه، يا ريت لو قلت انا كوس وكان المسائل اللي ذكرتها الان في الركن ما عندك، يا ريت كان اخف شويه، لكن تجي تتبنى المنهج ذاته. طيب ده هنا الأخوان المسلمين عندهم من أركان الإسلام، عندهم من أركان الإسلام إعادة الخلافة، أو الخلافة من أركان الإسلام، عرفتها؟ طيب 366 الكتاب اسمه مجموعة رسائل الإمام البنا، حسن البنا. ديل طبعا بيتكيفوا له، حسن البنا يا البشير، دل علمنا يا البشير، فقه السنة يا البشير. طيب 366 قال والإخوان المسلمون لهذا يجعلون فكرة الخلافة والعمل لإعادتها في رأس منهاجهم. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل رأس الأمر الدعوة للتوحيد، عشان كده لما رسل معاذ إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شنو؟ ما قال الخلافة، قال إلى أن يوحدوا الله. طيب نمرة اثنين 355 355 قال وهذا الإسلام الذي يؤمن به الإخوان المسلمون يجعلون الحكومة ركنا من أركانه. يعني الكيزان ذاته أركان الإسلام كم يا شباب؟ خمسة، دي حقة السلفيين برا ولا انتوا عارفينها من بدري؟ الكيزان قام ودخل فيها ركن سادس، قال هنا صفحة 355 وده اشتريناه من الدار السودانية للكتب حقة الإخوان المسلمين، عرفتها؟ قال وهذا الإسلام الذي يؤمن به الإخوان المسلمون يجعل الحكومة ركنا من أركانه. يعني عندهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج رمضان والصوم لمن استطاع، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، والحكومة ده عند الجماعة دي من منهج يعني. طيب ما عارف الزول يكون لفيف للدرجة دي ليه؟ ما تبقى زي أبو الدقيق، عرفتها؟ تخليك زول رزين ذاته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء الا شانه. تشابه الميكروفون، انت قال الموضوع ميكروفون، موضوع بتقول فيه شنو؟ ما الميكروفون ده بيمسكنه فنانات، ما اعرف ليك جعليه يا وشايقيه يا وبتاع، ومشينا الكبري وطلعنا بري وشارع اوماك زي بتاع النمره، عرفتها؟ فانت خليك زول عندك فهم،
ما الموضوع انك تمسك الميكروفون؟ موضوع انك تقول شنو؟ وانت لانه ما جيت بادب انا حنجمك واقعدك في علبتك. طيب كان تجي تخش وتتكلم بالراحه. تنبس في العلماء والائمه علماء الاسلام، شيخ ربيع المدخلي حفظه الله والشيخ محمد امان الجامي، زول دعا للتوحيد. وبالمناسبه الشيخ محمد امان الجامي جاء السودان، واصل من الحبشه ومن علماء من العلماء اللي درسوا في المدينه في مدينه الرسول عليه الصلاه والسلام، وجبر السودان في اجازه. لما مشى عبر كان ماشي الخرطوم عنده اجراءات دار يعملها، كلام ده بدري، لقى محمود محمد طه في عبره عنده ندوه عن الاسلام وما الاسلام. قام محمود بعد ذاك فتح فرص، الشيخ محمد امان الجامي بدا يرد عليه ويكشف الباطل بتاعه، طوالي محمود محمد طه وقف الفرصه حقته. وبعد ذاك قال له داير معك مناظره، قال ما داير. ثاني مشى عمل محاضره ثانيه، برضه قال ما داير. وعنده ثاني محاضره محمود محمد طه خلاها وجرى الخرطوم زاق. بعد ذاك الشيخ محمد امان الجامي حفظه رحمه الله قام رد على كل نقطه من نقاط محمود عشان كده. وبعد ذاك الشيخ محمد امان الجامي رد على الاخوان المسلمين، وانه ما بيجوز المظاهرات، وانه ما بيجوز الخروج على الحكام، وانه ما بيجوز انه الناس يعني يخربوا بلاده، عرفتها؟ طيب هنا سيد قطب ده شيخ الاخوان المسلمين، شيخ الترابلي، وانا ما عارف الكيزان، انتوا جربتوا في مصر وجربتوا في السودان 30 سنه، الشبابكم فوق من شنو؟ هون دي شنو الشبكه دي؟ الواحد زول لا يوق اليق من شوال الويكا؟ ما ممكن يا اخ، ما دارينكم يا اخ، فوتوا يا اخ، كرهتونا ذاته يا اخ، امشوا يا اخ، خلوا بيننا وبين الناس، ما تجيب حيتصد. طيب امبارح بنعصر في الجمهوري ده جا واقع زي الضبانه في الحله، ما تخش يا اخ الله يهديك. طيب ما بخليك والله، ليه لا نجمك نجام ثاني لما تفهم حاجه؟ ليه؟ لانه انت ما بتطعن فيني، انا امبارح قلت لك امبارح، انت شكله ما قعدت تتذكر كويس، عندك مشكله بتاعت هناي حاجه كده، عرفتها؟ قلت لك نبذنا نحن عافين لك، لكن تنبذ الدين والله انا نجمك نجام قبوره. طيب قال سيد قطب بكفر المسلمين شد، ديل الاخوان المسلمين يا شباب اعرفوا منهجهم، واعرفوا انه احنا لما نتكلم عن الكيزان بنتكلم بمنهج بمنهجيه علميه. اما العلمانيين يقول لك سرقوا وسووا و و ما بيجي زي ده الثعلب ده، برز الثعلب يوما في ثياب الواعظين، بيجي يقول لي انت برضه سرقتها فيتبقى كده شنو؟ درون صح؟ لكن احنا بنمسكك من جوا من العظم. طيب قال وحركات البعث الاسلامي اليوم في مفترق طرق، اليوم في مفترق الطرق، ونقطة البدء الصحيحة في الطريق الصحيح هي أن تتبين الشرط الأساسي لوجود الإسلام أو عدم وجوده، وأن تستيقن أن وجود الإسلام اليوم قد توقف. شوف الكلام ده كيف، وأن لا تفزع لهذا التقرير الخطير ولا يتعاظمها الأمر فتحجم عن رؤيته والجهر به، وأن تعلم يعني ناس الأخوان المسلمين وحماس وجبهة النصرة وداعش وتنظيم القاعدة والمؤتمر الشعبي وبتاع الإصلاح الآن غازي صلاح الدين ومنبر السلام العادي الطيب مصطفى، ابدوا من وين؟ سيد قطب بيوريهم. قال وهي أن تتبين الشرط الأساسي لوجود الإسلام أو عدم وجوده، وأن تستيقن أن وجود الإسلام اليوم قد توقف، وأن لا تفزع لهذا التقرير الخطير ولا يتعاظمها الأمر فتحجم عن رؤيته والجهر به، وأن تعلم أنها تستهدف إعادة إنشاء الإسلام من جديد، أو بتعبير أدق رده مرة أخرى إلى حالة الوجود بعد أن توقف هذا الوجود فترة. ده تكفير ولا ما تكفير؟ والكلام ده اعترف به القرضاوي، أولويات الحركة الإسلامية للدكتور القرضاوي، عرفته؟ الصفحة 99 ل 100 بالكتب، ما كلام نجر ساي وعشان لديات، وافتكر تفتكر شنو يا انت هاي بتقرا غلط تفتكر. طيب اقعد في علبتك، ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. وانت دار تطعن في البخاري اتفك مننا، خليك من البخاري، نحن ما عندنا حاجه دي، اتفك مننا خليك من البخاري، داك محل بعيد يا زول. طيب صفحة 99 قال يجب، ده القرضاوي، أن نعترف أن الفترة الماضية وخصوصا في الخمسينيات والستينيات
كانت مجالا خصبا لانتشار نوع من الأفكار السوداء في الساحة الإسلامية، فقد غلب الفكر الذي ينزع إلى الرفض والتشاؤم والاتهام وسوء الظن بالآخرين على اختلافنا واتجاهاتهم حتى المسلمين منهم. أجل راجت فكرة التفسيق والتبديع بل التكفير، وساعد على ذلك الجو الخانق الذي كانت تعيشه الحركة الإسلامية ورجالها إلى آخر، لغاية ما قال في هذه المرحلة ظهرت كتب الشهيد سيد قطب التي تمثل المرحلة الأخيرة من تفكيره. يعني ما دي ما حاجة قديمة، قال المرحلة الأخيرة والقرضاوي الليلة عايش، والتي تنضح بتكفير المجتمع وتأجيل الدعوة إلى النظام الإسلامي والسخرية بفكرة تجديد الفقه وتطويره وإحياء الاجتهاد، وتدعو إلى العزلة الشعورية عن المجتمع وقطع العلاقة مع الآخرين وإعلان الجهاد الهجومي على الناس كافة زي ما عمل الودة، والاستخفاف بدعاة التسامح والمرونة ورميهم بالسذاجة والهزيمة النفسية أمام الحضارة الغربية. وده فيه اعتراف إنه سبب العلمانية كتب سيد قطب. يتجلى ذلك أوضح ما يكون في تفسير الشهيد في ظلال القرآن في طبعته الثانية، وفي معالم في الطريق ومعظمه مقتبس من الظلال، يعني ظلال القرآن، وفي الإسلام ومشكلات الحضارة وغيرها. وهذه الكتب إلى آخر كلام. فده منهج الأخوان المسلمين، بيكفروا الناس شد كفار دلتا يدافع عنهم. طيب قال العلمانية سبب الاستبداد، العلمانية سبب الجهل بالدين، ده من أسبابه، سبب الجهل بالدين، وإنه كثير من الناس وقعوا في الخرافات. إذا كان المرغني علي المرغني بيقول للإنجليز، الكلام ده موجود في تاريخ السودان الحديث، بيقول للإنجليز اللي بيجيب لي شبر من الخشب عشان نسوي به والسكة حديد بديه متر في الجنة. شوف الكلام ده كيف أكل أموال الناس بالباطل. والشيخ بيعلم الغيب، لو دار تتزوج تمشي للشيخ، لو دار تقرأ تشاور الشيخ. والله في واحد في أبو آدم محل بنعرفه نحن، ده داير يتزوج له فترة، الشيخ قال لي ما تتزوج لأنه زول ده مقرش، قال له داير أسافر برا السودان، قال له أقعد خيرتك ما في. ده السبب بتاع نشر العلمانية. سبب نشر العلمانية التجربة السيئة للجبهجية والأخوان المسلمين باسم الدين، عرفتها؟ ناس يا أخي يأكلوا باسم الدين. الاتحادات دي احنا ما شفناها. أنا 2011 جيت هنا اشتغلت، زمان كنت أنصار سنة واسي خليتها بفضل الله، جيت هنا في السنتر وجانا واحد كوز وعندهم خطاب الدورة والميزانية. طبعا العلمانيين بعد 5 يوم من الاتحاد يتحلى ما عارفين انه الكيزان سرقوا من وين، لانهم ناس جهلة ساكت، جهلة زي ما قال المثل، بلد ما فيه تمساح يقدل فيه الورل، كيزان يقدلوا ساي لانه ده الورل ساكت العلمانيين، عرفته؟ المهم ربنا وفقنا وكوز دقس والقى بيدي الى التهلكة وقمنا قبضناه سارقين لهم كولارات تاع الطلبة، بفضل الله نجمناه ونجام مشى في الداخلية بالليل يبكي الكوز، انا ما اعرفه خلاهم ولا ما خلاه، نجام شديد عرفته؟ لأنه ذول معارض لدين الله. الكوز بيمسكوا اتحاد بيأكل ميزانته الإسلامية وغيرها من الاتحادات. يا أخي الكيزان حصلوا مرحلة يقول لك الملائكة تصلي معانا، تصوت معانا، ملائكة الله تصوت معانا، ويستدلوا بالآية قال، وده في ورد على ذول ده إنه القرآن ما بيكفي والسنة ما بيكفي عقلك برا، لأنه الكيزان كان بيزوروا الانتخابات يقول لك صوتت معنا الملائكة وربنا قال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، عرفتها؟ وزي ما قالوا ظرفاء المدينة كلمة كوز تتكون من الكاف للكذب والزاي للتزوير والواو للربط بينهم، الكوز أصلا كده، عرفتها؟ بل الكيزان عندهم التزوير والكذب عبادة، عشان كده حسن مكي في انتخابات الحركة الإسلامية كوز ضد كوز، منو يبقى رئيس الحركة الإسلامية السودانية؟ نزل بيجاي علي عثمان وبيجاي واحد تاني أظن غازي صلاح الدين، فبيقوا يصوتوا بالبطاقة الشخصية كيزان، كلهم كيزان. قاموا سألوا حسن مكي قال له ليتوا بتصوتوا بالبطاقة الشخصية مع أنه الناس ممكن يصوتوا بورقة أو حاجة، قال لي أن كوادر الحركة الإسلامية يمارسون التزوير بوصفه عبادة. العلماني لما يجي يلقى بيجاي الصوفي مرته بوديها للشيخ، وأنا أقرأ في الجامعة دي طب 5 أو 6 سنة
واقرا هندسه كم سنه، وبعدين بدل ما يمشوا عشان يشوفوا النفط اللي بتاع الهندسه او يمشوا للمرض للدكتور يمشوا للشيخ، انا بقول دين زي ده ما دايره، وده برضو سبب لكن ما مبرر للعلماني، لانه ده ما الدين الامر به الله سبحانه وتعالى. ربنا قال يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس شنو بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والكيزان عمايلهم يعني اكثر ذاته من ان تحصى. شنو الكيزان اللي ما اكله عرفتها؟ وشنو الكيزان اللي خلوه؟ فمتى يتكلموا لنا ساي؟ السلفيين دافعوا عن الدين وهم اللي وقفوا حجر عثره، والكلام ده اعترفوا به ذاته قيادات الكيزان، انه لو ما النشاط السلفي في الجامعات لكان العلمانيين اكتسحوا الجامعات كلها. وانا اتحداك الليله تجيب لي مناظره لكوز شعبي ولا وطني قدر يفحم فيها علماني، والنت موجود، مناظرات الشعبيين ومناظرات الكيزان قدروا يفحموا علماني. ما بتقدر يا اخي لانه انت صورتك مشوهه، المنهج الشايله ده منهج شين عرفتها؟ تيم في السلفيين قال. طيب قال انا ما قصد السلفيه الصحابه، قاصدكم انتو ديل. مشكلتك معانا شنو؟ داير نقول لك من الناس اللي قالوا ما يخرجوا، قال من الشبهات اللي قالها انه الحسين وابن الزبير، عبد الله بن الزبير اول من الصحابه ما من التابعين، صحيح معلومتك عرفتها عشان ما تجي تنجر ساكت. ما انت قلت كده يا اخي. بعدين القران قال لك، هو قال ما بيؤمن الا بالقران، القران قال لك الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. انت لو انا كذبت ولا قلت حاجه عندك ورقه وقلم تقوم تكتب، انا دار اعلمك النقاش يعني خليك زول بتفهم بالقران، لانه انت قلت ما بتؤمن الا بالقران، ده القران مش هو قال بيؤمن بالقران، ده القران. نجيب لك شنو ثاني؟ انا ما عارف اقنعك كيف، يجيبوا لك قناعه ولا شنو كده. طيب فاول حاجه الحسين بن علي رضي الله عنه لما جاء يخرج كبار الصحابه خالفوه ومنعوه، منهم عبد الله بن عمر، ومنهم ابو سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه، ومنهم اخوه محمد ابن الحنفيه. خدتها عندك، قالوا له ما تمرق. ومنهم عبد الله بن عباس وكان اعلم من الحسين رضي الله عنهم اجمعين، الذي قال في شانه رسول الله صلى الله عليه وسلم في شان ابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه شنو التاويل. لغايه ما ابن عباس لما الحسين اصر انه يخرج قام التزمه وقام قال له: استودعك الله من قتيل. فالحسين رضي الله عنه خرج سبب خروجه شنو؟ انه الشيعه في الكوفه قالوا له: الحق بينا ونحن بننصرك. الصحابه قالوا له: الشيعه كذابين حيغدروا بك زي ما غدروا بابيك علي بن ابي طالب رضي الله عنه. مشى. لما جاء ابن ابي زياد ولحق الحسين دار يقتله وهو ظالم، وقتل رجلا من سادات الناس، الحسين سيد شباب اهل الجنه، قتله مظلوما. الحسين لما ابن ابي زياد جاه وحاصره قام قال له: خلي بيني وبين ابن عمي. رجع تايب زي ما قال ابن كثير في البدايه والنهايه، قال له: خلي بيني وابن عمي. ابن عمي منه؟ يزيد بن معاويه، لانه يزيد بن معاويه بني اميه وبني هاشم كلهم شنو؟ كلهم جدهم واحد، كلهم من قريش. فأبى أن يخلي بينه وقتله. قال ابن كثير: فرجع الحسين. انت دي ليه ما جبتها؟ ما عرفه وده الأغلب، ولا انت داسية لأنك كذاب وهذا ليس عنك ببعيد؟ ليه يعني؟ ليه؟ عرفتها؟ ده نمرة واحد. أما عبد الله بن الزبير، أنا صحيح عليك في البداية والنهاية لابن كثير، عبد الله بن الزبير أصلا ما مرق، لأنه هو الحاكم. يا أخوانا الحاكم بيخرج على روحه يا اخوانا، زول لما يبقى كوز بيجيب لي حاجات كده ما ياها عرفتها؟ شايل منهج الكيزان يعني، شايل الفيروس عرفتها؟ بيجيب لي حاجات ما ياها. عبد الله بن الزبير كان تحته العراق، وكان تحته الحجاز، وكان تحته اليمن، وكان في الشام، بل في بعض الشام مروان ابن الحكم. مروان في البدايه ما كان داري بايع عبد الله بن الزبير، قاموا قالوا له: ما تبايع بعض الناس لا صحابه ولا عندهم علاقه بالصحابه، قالوا له: ما تبايعوا.
فخرج فقاتل عبد الله بن الزبير لغاية ما هزم عبد الله بن الزبير وألجأوا عبد الله بن الزبير في مكة ورماها الحجاج بن يوسف الثقفي بالمنجنيق. رمى شنو؟ رمى الكعبة بالمنجنيق وقتل عبد الله بن الزبير. انت سلفك مع عبد الله بن الزبير، سلفك انت الحجاج بن يوسف، ده نمرة واحد. نمرة اثنين التابعين المرقوا وهي فتنة عبد الرحمن بن الأشعث. انت ما حافظ الشبه كويس، احنا بنقريك لها ده تندس مجان او لكشر مجان، نقريك لها ونجاوب لك نعمة شنو ما مستوى ليك، زي ما قالوا الجماعة الليق الليق يا عواليق، انا قصد الليق ما قصدك انت طبعا، فهمت؟ فعبد الرحمن بن الأشعث وسعيد بن جبير وغيره من أئمة التابعين لما مرقوا على الحجاج مرقوا لأنهم كفروا الحجاج، لأنه وقعت من الحجاج أشياء اعتبروها هم كفرية، ذكر ابن كثير وغيره من السلف. بعد ذاك جو راجعين العلماء وقاموا يعني رجعوا وتابوا، منهم سعيد بن جبير، لكن الحجاج كان في سيفه رهق يعني كان بيقتل بالظلم، قام قتل سعيد بن جبير، عرفته؟ فما تجد كذب ساكت. بعدين لو قلنا صحيح انهم خرجوا عديل، نفترض انهم خرجوا عديل والرسول عليه الصلاة والسلام قال ما تخرجوا، نسمع كلام الرسول ولا كلام غيره من الصحابة وإن على قدره. قال ابن عباس لما جاء في حج المتعة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أدركت عام القابل لما سقت الهدي ولحججت متمتعا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس قالوا ولكن أبو بكر يقول كذا، ولكن أبو بكر يقول كذا وعمر يقول كذا. فقال لهم ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. فنحن حتى لو ثبت إنهم قالوا، قال ما تقول لي أخطأوا، ليه يعني ما أقول لك؟ ما أقول لك ليه؟ بقول لك أخطأوا. الحسين رضي الله عنه إذا خرج أخطأ، ما صحيح، عرفته؟ فما تجي تتكلم ساكت. قال الحديث يتعارض مع آية أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. الآية دي نزلت في الكفار، أنت يلزمك تكفر الحكومة عشان شنو؟ عشان تخرج عليها؟ عشان تمشي تقاتلها وانت قاعد تسوي شنو ذاته؟ طيب قال السلفية دارين يجروا لنا الأوهام الماضي لتمكين الاستبداد، يعني الخروج على الحاكم من أوهام الماضي. طيب أنا بسألك يا أخي، نحن نقول بقينا معاك عديل وقلنا صح فهمك الباطل ده، نفترض انه صح اتفقنا معك وانه يخرج على الحاكم الظالم واما كان كافر، ركزوا معي يا اخوان، ده انا برد عليه من وجهين. الوجه الاول من الواقع، انت ليه ما مركت على الكيزان؟ سؤال ولا ما سؤال؟ مش هو قال يجوز الخروج على الحاكم وحتى لو ما كان كافر؟ ليه ما مرق على الكيزان؟ لانه شنو يتمها الباقيين خيال، ده نمره واحد. نمره اثنين، لو انت قلت اي زول جاب ظلم نحن نمرق عليه، نحن بنسالك مثلا انت الليله مرقته ونحن مرقنا معاك وجبنا حاكم اللي هو انت، هل انت معصوم ولا ما معصوم؟ لو قلت معصوم ده كمان تبقى موضوع ثاني، ولو قلت ما معصوم انت بتخطا، لما تخطا نمرق عليك ولا ما نمرق؟ لو قلت ما تمرق علي بطل مذهبك، ولو قلت امرق علي نقول لك والزول مرقنا عليك وجبنا زول تاني، الزول التاني برضو شنو يا أخواننا؟ حيخطأ لأنه شنو؟ ما معصوم. والزول جبناه وداك لأنه بيخطأ لأنه ما معصوم قام أخطأ، نعمل شنو؟ نمرق عليه ونجيب زول تاني. والزول الثالث جبناه برضو ما معصوم حيخطأ، نقوم نمرق عليه. والزول الرابع وهكذا، البلد تستغير بتين. أسي ده كلامي يوافق العقل، والود جاي عامل لي فوق ناجور ابن فاهوما، الود والعقل أسي ده عقل؟ ده عقل لك عليك الله، عشان تعرف انه منهج السلف مش بيكرس للاستبداد يا اخواننا. دي قاعده شرعيه الزول لابد يفهمها وهو شغال بها، عمليا شغال بها، انه اذا كان في مفسدتين فنرتكب المفسد الاخف بتفويت المفسد الاعظم. اسيت لو مركت براك في الشارع
بلين فيك عسكري ببسطنك بتفوت، صح ولا ما صح؟ وإذا قعدت أنت رضيت بالظلم، فأنت الآن قاعد في كرسينا الأحمر ده راضي بالظلم. ليه؟ لأنه في مفسدة راجاك برا، عرفتها؟ لأنه في مفسدة تاني. فدي قاعدة النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء عرابي خش الجامع، بال في الجامع، الصحابة هموا أن يقطعوا عليه بوله ونهروه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزرموه، خلوا يكمل بوله. ليه؟ العلماء قالوا لأنه لو كمل بوله في مكان واحد حيكون حافظ على مكان واحد في النجاسة، لأنه لو قطعوا له بوله حيقوم يرش كمية أكبر من المسجد، صح ولا ما صح؟ ده نمرة واحد. نمرة اثنين قد ينجس ملابسه، دي مفسدة ولا ما مفسدة؟ نمرة ثلاثة تتكشف عورته. نمرة أربعة قد ينجس الناس ذاتهم الدارين يمسكوه، عرفته؟ ويزيد المكان بتاع النجاسة، ويضر انحباس البول، دي برضو مفسدة، وذاته يخلي الدين ذاته، صح ولا ما صح؟ دي مفاسد. كون زول يبول في الجامع كده، يتخيل لو هسي في زول جخش جامعكم ده وبال، الناس بيعملوا لشنو؟ بيقتلوا، صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي قال لا تزرموا، خلوا. الحاكم كونه يظلم ويفسد وكونه يقتل وكونه يفعل ويفعل، ده صح حرام، لكن الخروج عليه بيجيب مفسدة أكبر. والدليل الواقع، الدولار وقت شالوا الكيزان، الكيزان كعبين وأي حاجة، الناس شالوا الكيزان، الدولار بكم؟ كم وستين ولا كم وسبعين؟ هسي الدولار بكم؟ فات المية ذاته، جماعة قالوا افصلوا من الشاحن حصل مية، فات ذاته بغاد، عرفتها؟ صفوف البنزين، صفوف الجاز، صفوف العيش. عشان كده شيخ الإسلام ابن تيمية قال وما يعلم أن طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من المفاسد أعظم مما لو لم تخرج على الحاكم، عرفتها؟ مفاسد كثيرة. احنا بلدنا بقت منهوبة، بقى فيها تشكيلات تانية، بقى فيها قبليات، بقى فيها نزاعات. أي طالب أنا متأكد الليلة قاعد متوقع إنه الجامعة دي يقفلوها لأنه في مشاكل في البلد، صح ولا ما صح؟ دي مفاسد ولا ما مفاسد؟ نحن بس طوالي نمرك، طوالي نمرك، طوالي. ده منهج عاطل ومنهج باطل ومنهج بتاع خوارج، منهج فاشل. وأنا داير الطلبة يكونوا واعين، ما بزول يغشك ساكت، عرفتها؟ وحتى لو مركت معاهم، إنت لو ما معاهم في الحزب والله ما تبقى. فيا أخواننا بلدنا دي دار روقة، خليك من ده كله. الكفار قاعدين يخرجوا على الحاكم يا أخواننا، مش الناس قالوا الأدوية زادت وبقت الأدوية الخطيرة معدومة والأدوية الخطيرة برة التأمين، صح ولا ما صح؟ مع أنه التأمين حرام. المهم كويس، الليلة الصينيين ديل أعلنوا حالة الطوارئ من مرض كورونا، ما خرجوا ليه؟ هل بيكرسوا للاستبداد؟ ديل مع علمانين. السبب اللي خلى الصينيين يبقوا شيوعيين علمانيين شنو؟ هل الإسلام؟ هل السلفيين؟ هل محمد أمان الجامي؟ هل الشيخ ربيع المدخلي؟ الخلام يبقوا شنو؟ الخلى الصينيين ديل يبقوا علمانيين شنو؟ الخلى أمريكا تبقى علمانية شنو؟ ليه الكفار ما بيخرجوا على حكامهم؟ سؤال. مظاهرة كده ويجوا راجعين، مظاهرة، والمظاهرة ذاتها بتجي بتصدق في ميدان معين، ده ما تغيض الحريات؟ لكن احنا مساكين، أي واحد يجي يهبل بينا تسقط بس تسقط بس، والناس تمروا، ها في شنو؟ استفدنا شنو؟ احنا ما دارين شغل بتاع أرغام، استفدنا شنو؟ دقيق وينه؟ ها؟ يا ناس المشكلة ما في الحكومة عشان تجد أصل الله أنت وتطعن في السلف والصحابة، ما الموضوع في الحكومة، الموضوع في الناس، في البشر، في الشعب. الليلة الليلة لو جاء الرئيس الليلة أعلن أي قرار، منو مننا اللي قاعد يساعده؟ تجي العربات بتاعت النظافة ده ذاته تلقاه بعد ما ينتهي من الورقة بتاعت الركن يشيل الدعوة في الشارع، هل كده أنت ساعدتها؟ هل نحن كشعب مساعدين بنعمل بننتج؟ هل البلد بتصلح بالخروج بس، بالخروج ولا بالشغل والإنتاج؟ يا ناس ما تتكلموا لنا ساكت يا طيب. قال مناهج الحديث بدت بعد الإمام أحمد بن حنبل، والله دي ذات حاجة عجيبة خلاص. أول من دون السنة محمد بن شهاب الزهري، تعرف محمد بن شهاب الزهري من منو؟ من التابعين،
ها وطيب بتكذب ليه وكد بتعرفه؟ ما عرف ما قرك ناس الروضة إنه الكذب حرام يقطع اللسان من ورا وقدام. طيب قال الخروج ليس مسألة تعبدية وإنما معللة لا تعبدية. النبي عليه الصلاة والسلام قال للأنصار في حديث أنس، ما الحديث القبيل؟ قال إنكم سترون بعدي أثرة، وفي لفظ أثرة وفي لفظ إثرة. العلماء قالوا الأثرة معناه شنو؟ معناه الاستئثار بالأموال من غير أصحابه. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. نحن إن شاء الله نقيف للصلاة ونجرد على باقي الشبهات بإذن الله سبحانه وتعالى. نرجع لمسألة مهمة في الشبهات. جاب الآية وما فيهما بفهم السلف الصالح ودل ورطه، وقال إن الخروج على الحاكم يجوز لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلم. طيب الظلم في الآية دي بينته الآية البعدية ودي ما جابه. ربنا قال وإن الله على نصرهم لقدير الذين مالهم أخرجوا. والذين اسم موصول يعني الناس الظلموهم ربنا أذليهم بأنهم يعني يقاتلوا الناس ديل. ربنا قال ظلموا، الظلم بتاعهم ياتوا قال الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فالظلم أول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم بيّنوا إنهم أخرجوا من شنو؟ من ديارهم. والمسلمين المشركين اضطروهم إنهم يهاجروا من ديارهم من مكة إلى المدينة وإلى الحبشة. طيب التهسي الحاكم مرقك من بيتك الودة، الحاكم مرقه من بيته، يبقى ده استدلال في غير محله. بعدين قال السبب بتاع إخراج من ديارهم في الدين، قال بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. يعني السبب الخل الكفار والمشركين يمرق المسلمين من ديارهم إنهم شنو؟ إنهم مؤمنين بالله والكفار دايرين الشرك بالله سبحانه وتعالى. فاستدلاله بالآية ده استدلال باطل، وده استدلال بعقله، عقل الفاسد الفاشل، العقل بتاع الكيزان. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، ربنا قال وهو قال بيدعي انه بيفهم القرآن والقرآن نزل بلغة العرب. ربنا عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، والآية دي من القرآن بتحرم الخروج على الحكام ومنازعتهم وطاعتهم، لأن الخروج يناقض الطاعة. ربنا قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني المسلمين. فإنت لو جيت قلت لي الناس، لأنه جبال قال ما دام ظلم حتى لو ما كافر نخرج عليه، طيب منكم دي توديها وين؟ شوف الرد كيف من القرآن. بس ربنا قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم منكم. عرفت؟ دي مسألة. أما شبهة جابة إنه حديث حذيفة ضعفوا الدارقطني فده زول مدلس وكذاب، الودة كذاب. وشبهة دي شالة من القرضاوي. وأصلا الحديث في كتاب الإمارة من صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال 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 سيقوم عليكم أمراء لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهداي وسيقوم معهم رجال لهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. وده دليل على الظلم بتاعهم. قالوا فما تأمرنا؟ قالوا أفلا ننابذهم بالسيف يا رسول الله؟ قال قال اسمع وأطع للأمير وإن جلد ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع وأطع. والحديث ده جابوا الإمام مسلم بطريقين. الطريق الأول طريق موصول صحيح ما فيه كلام، والطريق الثاني طريق مرسل. ونحن لو جينا قلنا له تعال عرف المرسل ما بيفهم ولا بعرفه، وزول يخلي كلام الرسول ويقول لك الدارقطني أعظم الدارقطني ولا الرسول عليه الصلاة والسلام، عشان تعرفوا زول بتاع هوى وزول بتاع كذب ودجل. عرفته؟ الدارقطني قال
هذه الطريق مرسلة. والكلام ده ذكره النووي في شرح صحيح مسلم، قال: وصحيح أن الطريق الثانية مرسلة، ولكن الطريق الأولى موصولة، وإنما جاء به الإمام مسلم في الرواية الثانية ليعضد به الطريق الأولى، لأنه إذا وجد للطريق المرسل طريقا صحيحة فإنه يصح الحديث. لكن ده ما بفهم، لاقيت له شبهة من شيخ القرضاوي، عرفتها؟ تاني بعد ذاك قال 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 كل الجماعات بتدعي فهم الصحابة. فهم الصحابة ما عنده مرجع؟ ما عنده مرجع؟ نحن بنرجع، كتب السنة موجودة فيها فهم الصحابة، الكتب الستة: البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، موطأ الإمام مالك، قاعدة فيه مسائل الصحابة، عرفتها؟ مسند الإمام أحمد اللي هو أخذ منه. وسبحان الله يقول لنا أنا علم الحديث ده، شو الزول ده بتاع هوا كيف علم الحديث ده، علم الحديث يقول لك بعد الصحابة جاء، ويقول لك وروى الإمام مسند في الأحمد الإمام أحمد في المسند رواية تانية للحديث إنه إلا أن تروا معصية. الرواوة الإمام أحمد في المسند ده جاب علم الحديث ولا جاب علم الباثولوجي؟ ما سؤال، جاب يا تعلم عشان تعرف إنه ود صاحب هوى ومجرم وكذاب، كذاب وأصو أي كوز كذاب، أي كوز كذاب، لأسي داري قعد وداري خرج داري مرقنا قال وبيقى براو، بيقى براو قاعد. طيب داري عطل الجهاد، قال الجهاد مسألة معللة، لو ظلمونا أنا جاهد، لو ما ظلمونا أنا جاهد. الجهاد عنده اثنين يا أخوان، عنده نوعين: جهاد طلب وجهاد دفع. جهاد الدفع إنه العدو يتهم البلد، يعني مثلا جو الكفار ونزلوا في بلدنا واحتلوا بورسودان مثلا، نحن واجب علينا كلنا شنو؟ نقاتل العدو ده لغاية ما نحرر البلد، ده اسمه جهاد شنو؟ دفع. وده ما بيشترط له شروط الجهاد بتاع الطلب، يعني انت بتدفع عندك مفراكة، عندك دوشكة، عندك حديدة، عندك حربة، اي حاجة الجاهزة ديك السهلة ديك بتشيله وتمرك. اما جهاد الطلب ده لابد فيه من اعداد العدة، وسموه طلب لانه الحاكم بيطلب من بعض الامة انها تمشي تجاهد عشان تنشر الاسلام، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم رسل علي بن ابي طالب لخيبر قال انفذ على رسلك ثم ادعهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من شنو؟ من حمر النعم. ده الجهاد عنده غايات ساميه، ومش عشان الظلم براو، عشان ننشر الدين، عشان ننشر الدين. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال في مسند الامام احمد من حديث عبد الله بن عمرو قال: بعثت بين يدي الساعه بالسيف حتى يعبد الله وحده، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، يعني احلت لي الغنائم، وجعل الذله والصغار على من خالف امري. ده الدين، اما ده يجي يكذب ويدجل. طيب زول متناقض قال من الكلام اللي قاله، قال الحديث يتعارض مع الآية أذن للذين، ما يتعارض، لأنه ربنا بيّن الظلم إنهم مرقوهم من مكة عشان دينهم. عشان كده ربنا قال في سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم وما يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. فما ما بجوز لك، لأن الناس ذي قاتلوك من أجل دينك، ما بجوز إنك تواليهم وتمشي معهم. ده المفهوم بتاع الجهاد. أما ده يخلي مقاتلة الحكام المسلمين جهاد؟ جهاد يا أخي، ما أمشي جاهد الكفار؟ واحد قاعد مزروع معانا هنا قاعد ويضرب في الموية الباردة وقاعد في كرسي يقول لك جاهدوا وهيا وأذن للذين يقاتلون، الإذن ده عندي أنا ولا قاعد في القرآن؟ مش قاعد في القرآن الزول الجبيل ده، الأمر الشارع ده قل تسقط تسقط أمره. فده الناس يا أخواننا ناس كذابين، والأحزاب دي كل أحزاب مجرمة وضالة ومنحرفة،
الزول ما يتبع لها ولا يسمع لها.